اكتر حاجة بتخوفني هي البشر نفسها. اكتر حاجة بتخوفني الموت بقى عشان واحد يقابل ربنا. اكتر حاجة بتحسسني بالخوف حد بحبه يحصل له حاجة وحشة. احنا بنخاف من حاجات كتيرة جدا. اكتر حاجة بتخوفني الزمن. زمن زمن. الخوف ما بيخوفش غير بعض الناس، لكن بعض الناس شايفين ان الخوف بيخاف من ربنا، ولذلك بيروحوا داخلين في حمى مولانا سبحانه وتعالى ويعيشوا في حياة أليس الله بكاف عبده. وعشان كده المصريين عاشوا في حالة من حالات أمان ربنا، فكانوا يقولوا لبعضهم أسيبك في أمان الله، ويقولوا كلام أحلى لما يقولوا العبد في التفكير والرب في التدبير. إيه اللي خلانا نخاف كتير؟ تعالوا نفكر في حالنا. دايماً جدع ما بيهربش من مخاوفه. تعال معايا ونشوف هنواجه المخاوف ازاي. ازاي انت بتستطيع ان انت تتغلب على خوفك في مغامراتك اللي انا عارفها؟ الموضوع بيبقى صعب شوية في الاول، يعني في اي حاجة. لو هنتكلم عن قفز المظلات مثلاً، فاللحظة الاولانية طبعاً لما بتفتح باب الطيارة دي بتبقى، يعني دي بتبقى اعلى بقى، اعلى مرحلة خوف. اعلى لحظة خوف. بس اول ما بتسيب الطياره وبتقفز منها الموضوع بيبدا يهدى. فدي ممكن تبقى قاعده في كل حاجه، ان الواحد قبل ما يعمل حاجه بيبقى الخوف عنده بيبقى واصل لاعلى مرحله، بس لما بيدخل في الحاجه نفسها بيلاقي ان الموضوع ما كانش يستدعي كل الخوف اللي هو حسن. الكلام اللي انت بتقوله ده يا استاذ عبد الحميد هو عين الكلام اللي بيقوله علماء النفس، ان اعلى نسبة خوف بتكون قبل ما الإنسان يمارس المسألة دي. عبد الحميد، أنت بتتغلب على خوفك أكيد بطرق متعددة، ممكن تقول لنا طريقتين على الأقل من التغلب على خوفك؟ يعني هو في طريقة بالنسبة لي بتبقى اللي هو إيه، يعني إيه آخر القصة، إيه يعني هيحصل إيه يعني في الآخر يعني. فدي بتبقى بتساعدني جامد وأنا أعمل أي حاجة، إن يعني هو آخر أي حاجة هيحصل إيه يعني. يعني حضرتك بتقول إني نهاية الأمر ليست هي نهاية العالم. يعني مهما وصل لأعلى درجاته يعني مش نهاية العالم يعني في أي شيء. الحاجة التانية إن يعني أدي الموضوع حجمه الحقيقي، ما بقاش ببالغ في حجمه أو بستصغر حجمه. فلما بقى قايس الموضوع اللي أنا بعمله ده بوزنه الحقيقي، الموضوع بيسهل لي الدنيا قوي في إن أنا أتخطى المرحلة دي. هل حضرتك ممكن حضرتك مغامر وبتحب ان انت الحاجات اللي هي مش اقول خطره، لكن بتحب ان انت تعمل الحاجات اللي فيها كسر حاجز خوف المبالغ فيه، هل معنى كده ان انت ما عندكش خوف؟ لا، عندي خوف طبعا، بس هو ما اعتقدش ان في حد ما بيخافش يعني. هو حضرتك في اوقات من الاوقات بتخاف على الرزق؟ لا. طيب خليني اسالك، ايه اكتر حاجه بتخاف منها وانت في الشارع؟ التكاتك. بتخاف من ايه من التكاتك؟ بيخطفوا الشغل مني. المرض بيخوفني جدا. يعني مستقبل ولادي بخاف عليهم. بخاف من بكره، حاجات كتير تخوف. انا اكتر واحد بخاف اساسا.
العيشة والحياة اللي احنا فيها أساساً لازم تخاف. أكيد بخاف، ما في حدا بالدنيا ما بيخاف يعني. أنا واحد من الناس اللي بخاف من الأماكن العالية. بخاف من الزمن من صناعتنا بتقف. هو ده خوف. كلمة خوف لوحدها تخوف. إمتى بيبقى الخوف مرض يا دكتور؟ لما نلاقي الناس بتخاف من حاجات ما تخوفش. يعني مثلاً تبص تلاقي مثلاً واحد لو شاف صرصار، أو واحدة غالباً لو شافت صرصار يجي لها حالة ذعر فظيعة جداً تكاد إنها يعني. أنا أعرف الناس بتخاف من الحياة اللي بتمشي على أربع أقدام. في 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 الفراخ. أيوة. في الناس عندنا في حاجة اسمها الهند فوبيا. أيوة. أو الخوف من الدجاجة. آه. بص تلاقي راجل كبير طويل عريض كده ولو شاف دجاجة يجيله حالة رعب وبانك شديدة جداً ويبقى عايز يسيب المكان ويمشي. وبالتالي احنا لازم نميز بين خوف سوي وخوف مرضي. واخد بال حضرتك؟ امتى الخوف بيبقى مرضي؟ امتى بتحول من خوف سوي الى خوف مرضي؟ لا ده 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 اختلاف نوعي. اختلاف نوعي. اه يعني مش كل الناس نمط لا واحد في مساله انتقال الخوف من خوف سوي الى خوف مرضي. خالص طبعا، مش اي خوف عادي ممكن يتحول لخوف مرضي. دول بيبقى عندهم بنيه نفسيه معينه، وبالذات حياله شعوريه مختلفه عن الاخرين، هي دي اللي بتخليهم يبقوا عايشين في قلق وحصر شديد جدا جواهم، في قلق جواهم. القلق ده من كتر ما هو مش قادرين يعيشوا بيه لانه 24 ساعه، فبيسقطوه على حاجه في الخارج. طيب تطلع فرخه، تطلع صرصار، اي حاجه بقى، تطلع اي حاجه، واخد بالك، بورس، اي حاجه، حاجات ما تخوفش لان الانسان اقوى منها بكتير. صحيح. بس هو ده اللي بيحل المشكلة الأعمق عند الشخص ده، وهي أن جواه قلق أو يصل إلى درجة الحصر، قلق شديد جدا بيقض أو بيفسد عليه حياته. الفقد بيوجع، اللي جاي مش معروف، طب أنا هاكل عيش منين؟ محتاجة أبطل أفكر إن أنا أخاف على نفسي. لا، الخوف بيخاف. المصريين بيخافوا من حاجات غير مبررة لأنهم حطوا مخاوفهم في قفص واحد واضطروا يهربوا منه، وعشان كده كتير من الأحيين بيحسوا أن حياتهم مش منطقية. الحياة كلها خوف. بخاف من تأنيب الضمير. أنا بخاف من العفاريت. الزمن يجري بيك وأنت عامل حاجات وحشة. الحمد لله إحنا مخافش إلا من ربنا. ناس كتيرة بتسمي العصر ده عصر الخوف. الخوف فيه كتير. الناس بتخاف من الفقد يا مهدي؟ اه طبعا. وبتخاف من الفقد ليه؟ عشان الفقد بيوجع. الفقد بيوجع ليه؟ لا ليه مش عارف. هل ممكن يكون الفقد بيوجع عشان الانسان بيحس ان حياته من غير حاجة معينة ما تنفعش؟ اه. طيب وإذا كان الفقد بيوجع إلى هذا الحد، هل الخوف ده بيروح لما الإنسان يحس إن حياته مستمرة حتى بعد ما يفقد حد؟ ممكن مع الوقت، أو ممكن لما بيدخل في علاقات جديدة مع ناس تانية، فده ممكن بينسي الفقد. يعني علاج الفقد النسيان أحد الحلول. أحد الحلول.
طيب الفقد ممكن يستمر مع حد مدى الحياة؟ لا، ممكن يبقى حد خايف ان ده يحصل معاه مدى الحياة. يعني انت بتقول ان هو خايف من تكرار الفقد ده، فيفضل طول عمره في فوبية الفقد ديت وفي خوف من الفقد مدى الحياة. بالضبط. هل الانسان يستطيع ان يتخلص من الخوف من الفقد في رأيك؟ مع الثقة بالله ممكن. يعني ممكن يتخلص منه؟ ممكن. محمود، الناس بتخاف كتير وهي بتشقى في حياتها، بتخاف على ايه؟ يعني بيخافوا من الرزق. ما انا شايف ان في زمن مفيش فيه قوانين ثابتة، اللي جاي مش معروف، طب انا هاكل عيش منين؟ طيب دايما الاجابة اللي يعني الاجابة الشائعة بين الناس انه يرضى. طب هو انا عشان انا ارضى لازم اعيش فقير؟ عشان ارضى لازم اكل عيالي تراب؟ طب خلاص مش عايز اجيبهم، يعني خلاص انا عايز، انا احسن لي اعيش لوحدي على ان اجيب ناس هتعبها بفقر، امرمطها في حاجة مش مفهومة او انا مش عارف ابعدها. فالناس وقفت حياتها بسبب الخوف على الرزق. كتير في واحد بيصحى الصبح يلاقي فلوسه كل تحويشه عمره راحت حقيقي. فايه اللي حاصل؟ فخوفه على الرزق ده بيخليه يقول انا ليه اتعب تاني؟ واذا كان الرزق مش مضمون، او تكنولوجيا جديده طلعت مثلا فخلت مهن كتيره قاعده مش لاقيه فرص، فابتدى الخوف لا يتضاعف. انا اللي انا بعمله ده هيجيب همه بعد كده ولا مش هيجيب همه؟ انا هل الانسان لما بيخاف على الرزق بيخاف على ايه بالظبط؟ هل بيخاف على الاكل والشرب ولا بيخاف على ايه؟ ما هو يعني الواحد مش عايز يبان انه مادي، بس اكيد لازم يبقى فيه يعني نوع من الامان اللي موفره ليه ولا حواليه. حلو قوي الكلام ده. يعني انت بتقول الانسان لما بيخاف على الرزق في الحقيقه ما الناس ما بتبصلوش بنوع من انواع الاحتقار، لكن هو بيبص في الحقيقه على الامان. اكيد ما بيبصش على الرزق بمعنى ان هو بيخاف على الاكل والشرب. سلمى، احنا بنخاف على نفسنا جدا. من ايه بقى؟ حد يدوس عليها، حد يقول انها وحشه او يجرحها او ما يحبهاش. يعني احنا بنخاف على كرامتنا وبنخاف على ذاتنا. طيب وايه اللي يحصل لو حد داس علينا؟ بنحس بعدم اهميتنا او عدم يعني بنحس ان احنا باللا شيئيه، فاحنا بنخاف على نفسنا من لا شيئيه، واحنا حاسين ان احنا لينا مكان في الحياه فبنخاف من لا شيئيه فبنخاف على نفسنا. او بنحس ساعات ان احنا مش كويسين كفايه. هل بنستطيع ان احنا نتخلص من الخوف على نفسنا ده؟ مش عارف. النضوج ما بيساعدناش في التخلص من الخوف على نفسنا؟ ممكن يساعد. الى اي قدر ممكن يساعد النضوج للتخلص من ده؟ مش عارف. مش عارفه، مش عارفه لانك ما جربتيش، ولا مش عارفه لانك انت مش متصوره ان ده ممكن يحصل؟ يعني مش عارفه اعمله، حاسه اني محتاجه اشيله، يعني محتاجه ابطل افكر ان انا اخاف على نفسي. يعني الحل اللي عندك ان انت تتخلصي من التخلص عن من الخوف عن نفسك خالص. طب ساعتها تبقى ايه؟ يعني اشوف ان جريئة مثلا، هتبقى مبادرة مثلا، هتبقى ايه؟ يعني اشوف ان انا مش محتاجة اخاف على نفسي. يعني اكيد يعني فاطمة، احنا في حاجات كتيرة ما نعرفهاش بنسميها احنا اسم ايه ده؟ شيء مجهول. بنخاف من المجهول احنا؟ اكيد. ليه بنخاف من المجهول؟ شيء انا مش عارفه، ما شفتوش قبل كده، ما عشتوش، مش عارف هيعمل فيا ايه، يوديني فين. ما هو في عالم اللي مش عارفه ده، عالم اللي مش عارفه ده فيه حاجتين، عالم اللي مش عارفه الحلو وعالم اللي مش عارفه الوحش. ليه بنخاف من عالم اللي مش عارفه الوحش؟ لا يحصل، يعني الوحش موجود ممكن يحصل، فاحتماليه بحطها فببقى خايفه منه. يعني من المصايب اللي احنا بنعيشها مع الخوف ان احنا بنخلي المحتمل يقين. خوف المرضي ده ليه علاجات عميقه بقى؟ لا طب انا بقول لو اقترب، لو اقترب ازاي نمنع نفسنا من الخوف لما يجي يقترب من الخوف المرضي؟ يعني هو المنع هنا لازم يبدا من بدري قوي. ايوه، في مراحل النمو النفسي المبكره. بدري. المبكره. ايوه اللي هي فكره ان احنا نوفر بيئه بتستيح القدر جيد من الاطمئنان والثقه
دون الحرمان من ان احنا نقلق شويه. يعني القلق ده ده نوع من انواع الـ 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 او الخوف وما يترتب عليه من قلق. ده حاله من حالاتنا الوجدانيه اللي ربنا خلقنا بيها، زي الفرح وزي الاندهاش وزي في ناس غيرها. دكتور محمد، في ناس بتلقب الوقت بتاعنا ده او العصر بتاعنا ده ان هو عصر الخوف. ربما يكون لاسباب موضوعيه، ان احنا مثلا في حياتنا مصادر خطر اكتر من البلاد المتقدمه. مثلا ما عندناش الحمايه الكافيه لكل الكهرباء اللي موجوده في البيت. لو وفرنا الحاجات دي اكيد عدد كبير جدا من الخوف المتعلم المكتسب مش الموروث يعني هتزول من حياتنا، وبالتالي هيبقى حياتنا فيها قدر اقل من الخوف. حد جرب فيكم يمر على فكرته ان الخوف باعتباره خوف، ان الخوف بيخاف؟ لا، الخوف بيخوف. لا، الخوف بيخاف، لانه لو كان خوف حقيقي لازم يخاف. الخوف لو هو خوف حقيقي لازم يخاف، لازم يخاف من شخص فيه ثلاث صفات. الخوف بيخاف من شخص ليه ثلاث صفات. الصفه الاولانيه الشخص اللي بيجرب، الشخص اللي بيجرب ده الخوف بيخاف منه. ليه؟ لان الشخص اللي بيجرب ما عندوش خوف من النتيجه، لانه عارف ان النتيجه ستكون ليه على كل حال، سواء حقق اللي هو عايزه او ما حققش اللي هو عايزه. هو في الحقيقه حقق اللي هو عايزه. يعني ايه حقق اللي هو عايزه؟ يعني هو عرف النتيجه دي بتوصله. فاكرين الراجل اللي قال ايه؟ قال حاجه لطيفه، ان 169 مره اللي ما نجحش فيها لا ده نجح فيها لانه اكتشف الطرق اللي ما توصلوش للنتيجه اللي هو عايزها. الحاجه الثانيه اللي بتخلي الخوف يخاف انك تتوكل على الله سبحانه وتعالى. متوكل على الله سبحانه وتعالى عنده دعم اساسي لا ينقطع. اليس الله بكاف عبده؟ الشخص ده بيتوكل على الله سبحانه وتعالى وما عندوش اي حاجه تقف في طريقه. عارفين ليه؟ لان هو طول ما هو متوكل رايح لمولاه سبحانه وتعالى. فاللي بيزيح من قدامه المشاكل والمخاوف هو الله. الحاجه الثالثه اللي احنا لازم نعرفها في مساله الخوف هو ان احنا في الاخر خالص نسلم. يعني ايه نسلم؟ الكلام ده مش كلام روحي ولا كلام، لكن نسلم. نسلم يعني ايه؟ الانسان الواقعي الحقيقي ما هو الا انسان مسلم. بس الفكره انك بتسلم لمين؟ لما بتسلم لمولانا سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم، انت اكيد لازم هتوصل لراحه نفسيه واطمئنان اللي هم اكبر حاجه بتفتت الخوف، الراحه والاطمئنان. خلينا نقول ان الشخص اللي فيه الثلاث صفات دول، اللي فيه الصفه الاولانيه اللي هي صفه التجريب، واللي بيتوكل على الله، واللي بيسلم لمولاه، بيسلم كل النتائج لمولاه، الشخص دوت هو المرتاح اللي مليان سكينه وطمانينه. الخوف يا ساده بيخاف من كل واحد في حضره مولاه، اليس الله بكاف عبده.